لا سبب يدعو لبذل المزيد من الجهد أكثر من حب العمل. بالنسبة لمالك معمل حلويات تقليدية هنا في مديرية التحيتة بمحافظة الحديدة، المديرية التي جرى تسويقها على أنها على عتبات المجاعة، هناك أيضا صورة أخرى يعيشها الكثير من السكان المتمسكين بأعمالهم وحرفهم التقليدية كصناعة ما يسمى بالمشبك. أكثر من 4 عقود وهذا المعمل ينتج الحلويات ويبيعها ويسوقها داخل المحافظة وخارجها، لكنه يشهد في هذه الفترة التي تعيشها البلاد تراجعا ملحوظا في الإنتاج بسبب انعدام الوقود. وهذا المسباك يعني عمره أزيد من 40 سنة، ونحن نأمل والأمال ومكافحين زي ما أريتم الصورة في الإنتاج هذا. عندما أجلت العزمة هذه تضررنا كثير من ورجعنا إلى الحطب وإلى ما كنا يعني نستعمله قديما في أيام زمان. والآن الحمد لله العادات والتقاليد القديمة هي التي نفعتنا. ككل شيء في البلاد تأثر هذا المعمل التقليدي بالحرب، فأصبح الحطب بديلا عن الغاز، ما جعل عملهم أكثر مشقة وعائقا أمام استمرار إنتاج المشبك والحلويات الشعبية ومشروب الشراب المشهور في تهامة أيضا. ويعد المشبك واحدا من أنواع الحلويات التي تشتهر بها مناطق تهامة، ويلقى رواجا كبيرا في الأسواق اليمنية نظرا لسعره الذي لا يتجاوز 300 ريال للقرص الواحد.